بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة اليوم بعنوان مقاربة مريض النافة الدموية الغير مهدد للحياة. الدكتور محمد صالح مقيم في الأمراض الباطنية، طيب سنة أولى. يشرف الدكتور مهند الخليل. بسم الله نبدأ. التعريف: النفخ تفضل الدموي حضرتك، أو تفضل. القشع الدموي يمكن أن يتراوح كميته بين أثر دموي قليل في القشع إلى خروج دم غزير دون أن يرافقه أي قشع. هناك العديد من التشاخيص التفريقية، ومن المهم التعرف على موضوع الإصابة إضافة إلى العوامل المسببة للنزف حتى تتم معالجتها. بالتعريف كمصطلح، هو خروج الدم الذي منشأه السبيل التنفسي السفلي. أهم مسبباته التهاب القصبات والكارسينوما القصبية والتوسع القصبي، وتعد الأسباب السابقة هي المهمة في البلدان المتقدمة. أما في بلداننا تعد عصية السل هي متهمة. التصنيف: النفس الدموي المهدد للحياة يعرف بخروج كمية من الدم تتراوح كميته بين 100 إلى 600 مللتر خلال 24 ساعة. أما النفس الدموي الكاذب هو عبارة عن خروج دم من السبيل التنفسي العلوي أو من السبيل الهضمي. هلا بالنسبة للفحص السريري المباشر لتقييم النفث الدموي، هون عندنا جدول لهذا الفحص. فحص القشع على السرير لتقييم كمية وحجم الدم والإفرازات القيحية المرافقة. هل لدى المريض اضطراب تنفسي مثل تسرع تنفس مزرق، غير قادر على نطق جملة كاملة، أو استخدام عضلات تنفسية مساعدة أو إضافية؟ هل هناك توسع شعيرات دموية في الشفاه أو اللسان أو مخاطية الفم والتي تقترح لدى المريض توسع شعيرات دموية وراثية؟ هل هناك دم في الفم، عفوا في مقدمة الأنف؟ هل هناك تبقرط في الأصابع والذي يقترح سرطان الرئة؟ هل هناك طفح جلدي والذي ربما يشير لالتهاب أوعية أو ذئبة الحمامية أو سم شحمية أو التهاب شغاف؟ هل اللطخ الجلدية تقترح احتلال تنخري أو نقص شفيحات؟ هل هناك نزوف ملتحمة أو نفط تحت سرير الأظافر والتي تقترح التهاب شغاف أو التهاب أوعية؟ هل هناك أثر مداخل إبر يقترح التهاب شغاف أيمن؟ هل هناك في فحص الصدر وزيز موضع أو أصوات عرضية نفخات؟ هل هناك نفخات صدرية مسموعة أو هرير والذي يزيد بالشهيق؟ هل الموجودات قد تشير إلى وجود تشوهات شريانية وريدية؟ هل الصوت القلبي الثاني معزز أو مضخم؟ أو هل هناك نفخة في تدل على قصور مثلث الشرف أو قصور صمام رئوي؟ هل هذه الموجودات مع أو بدون سرقة البطين الأيمن ممكن أن تقترح ارتفاع توتر رئوي؟ هل هناك نفخة قلبية ربما تكون علامة لاحتقان على الأوعية الرئوية مثل تضيق التاجي أو الناجم عن تضيق التاجي أو قصور التاجي أو التهاب شغاف القلب أو أسباب مكتملة للسم أو محتملة عفوا للسم الإنتانية؟ هل المريض لديه وذمات محيطية عرضية أو حدبة جاموس مجسوسة ممكن أن تشير إلى DVT أو خثار وريدي عميق؟ هل المريض لديه وزمات محيطية منصب مفصلي أو حرارة حول المفصل؟ التقييم الأساسي لمريض النفخ الدموي يبدأ بالفحص السريري والتاريخ المرضي، ومن ثم الدراسات المخبرية والتصوير الشعاعي.
التاريخ المرضي بنقيم نمط وشدة النقد الدموي، درجة القصور التنفسي، ونتعرف على الآلية الإمراضية بالإضافة للتاريخ الدوائي الذي يساعد على التعرف على النقص الدموي. الفحص السريري، فحص المشاكل التنفسية وغير التنفسية. الوزيز الموضع يشير إلى انسداد في الطرق الهوائية، بينما يمكن أن نرى في اعتلال الأوعية الشعرية، عفوا، في اعتلال الأوعية الدموية الرئوية، حيث نرى فرفرية مدسوسة بسبب التهاب الأوعية الدموية أو عقد أوسلر. الدراسات المخبرية يجب أن نقوم ب عفوا هي فحص مهم عند أغلب المرضى، حيث يمكن قيام بقياس الخضاب والهيماتوكريت لتشخيص إزمان النزيف. يمكن طلب تعداد البيض للتنبؤ بالإنتان، فحص البول، وظائف الكلية، مسح المتلازمة الرئوية، جود ماستر، وظائف الكبد، زرع قشرة، فحوصات طبية، الأضاد المناعية، الأنا. التقييم الشعاعي، أهم الاستقصاءات، يعتمد على التاريخ المرضي والفحص. أهم الاستقصاءات من ناحية التقييم أو الاستقصاءات الأخرى يعتمد على التاريخ المرضي والفحص السريري. وفي بعض المرضى نحتاج لتصوير سي تي للصدر للتقييم الكامل لمصدر النزف، وممكن أن نطلب السي تي مع حقن مدني له ما لم يكن هناك مضاد صفراء لحقن المادة الظليلة، بالإضافة لتصوير الصدر السي تي للأوعية الرئوية، تمام، مسمى ببروتوكول صم. هلا حول تقييم النفث الدموي، هناك مجموعة من الأسئلة المفيدة في تقييم النفث الدموي، مثل هذه الأسئلة الموجودة في الجدول التالي: ما هي كمية النفث الدموي اللي خرج خلال 24 48 ساعة الماضية للدم ممزوج بالبلغم؟ هل البلغم واضح أم أبيض أم صليبي؟ متى كان أول مرة خرج فيها نفث الدم؟ هل نفث الدم هو عرض جديد أم متكرر؟ هل يوجد نزيف من الأنف أو اللثة أو المعدة أو المستقيم؟ هل المريض يعاني من ضيق التنفس؟ هل يرفع المريض البلغم بدون نفث دموي يوميا أم بشكل متكرر؟ هل توجد أعراض أخرى تشير إلى الإصابة بالعدوى مثل الفم والقشعريرة والتعرق الليلي والبلغم الفيحي؟ هل أصيب المريض بطفح جلدي؟ هل فقد المريض وزنه؟ إذا كان هناك عندي صداع أو ألم في عظام، هل يوجد أي أعراض تشير إلى أمراض جهازية مثل الطفح الجلدي أو البيلة الدموية أو الآلام المفصلية؟ إذا عندي أمراض صباحية أو عوامل خطر، هل المريض يدخن حاليا؟ كم عدد السجائر في اليوم أو في السنة؟ عوامل الخطورة المرافقة، هل المريض مدخن حاليا؟ كم باكيت وكم باكيت في السنة؟ هل المريض عفوا يدخن السجائر العادية والسجائر الإلكترونية؟ من متى؟ ما هي المواد المصنوعة منها؟ النيكوتين أو غيره؟ أو أنه يقوم بتدخين السجائر الإلكترونية؟ هل سبق للمريض أن دخن بها؟ كم عدد العبوات بالنسبة للتدخين أن نتكلم في اليوم وفي السنة؟ متى توقف عن التدخين؟ هل يتعاطى المريض الكوكايين؟ هل يعاني المريض من مرض رئوي أو قلبي أو كلوي يشتبه في إصابته؟ هل خضع المريض لعملية جراحية في الصدر على سبيل المثال وضع الدعامة أو قسطرة الرئوية أو القطعان للأبهر أو الجراحة؟ هل عانى المريض من مرض فاصل أو تاريخ من مرض الكولاجين الوعائي أو الأعراض المرتبطة بها؟ هل عانى المريض أو يعاني من اضطراب نزيف معروف أو مشتبه به؟ هل يتناول المريض الأسبرين أو الأدوية المضادة للالتهابات أو المضادة لالتصاق الصفيحات الدموية أو مضادات التخثر؟ هل هناك عوامل خطر حديثة للتخثر الوريدي العميق DVT مثل الجراحة أو الاستشفاء أو السفر أو عدم الحركة؟ هل لدى المريض تاريخ مرضي في مجرى الهواء أو أمراض في الجهاز الهضمي العلوي؟
إذا كان المريض سافر في الأونة الأخيرة إلى مكان السفر، هل تعرض المريض لمادة ثلاثي الهيدريد أو مواد كيماوية؟ هل تعرض المريض لمادة الأسبستوس؟ والتاريخ العائلي، هل يعاني أفراد الأسرة من مشاكل تخثر الدم؟ هل يعاني أفراد الأسرة من مشاكل نفث الدم وتمدد الأوعية الدماغية أو الرعاف أو النزف المعدي المعوي، مما يشير إلى احتمال توسع الشعيرات النزفية؟ التقييم المباشر المبني على الشكاية الحالية، بالإضافة للاستقصاءات الروتينية، هل هناك فحوصات تطلب بناء على التقييم السريري؟ ممكن نطلب طبقي محوري أو تنظير قصبي مرن أو إيكو صدر أو تصوير الأوعية الرئوية، يعني بروتوكول سميت. أسباب النفس الدموي ممكن تكون الأمراض في الطرق الهوائية، التهاب قصبات حاد، توسع قصبي، كارسينوما قصبية، كارسينوما قصبي ورمية، نقائل ورمية القصبات أو الرغامة، كناسور قصبي أو لعاب مثل أمدم أفعريا مع تأكل باتجاه القصيبات، داء ديولافوري، شريانات عبارة عن شريانات في الظهارة القصبية، جسم أجنبي في السبيل الهوائي، التحصي القصبي، أمراض الرئوية البرانشيمية، الإنتانات ذات الرئة النخرية والخراجات، الإنتانات البكتيرية، السل وأمراض المفطورات غير السلية، المايكيتوما والإنتانات الفطرية الأخرى، الفيروسات، الحلق الوسيط، الديدال، الأمراض الرئوية مثل مرض جودراستر، الأجسام مضادة للإشعاع القاعدي الكبدي، والحبيبومات الوعائية والتهاب الأوعية العديد والأمراض الوعائية الأخرى، بهجة متلازمة أضداد الفوسفولوبيدات، الذئب الحمامي الجهازي. أسباب أخرى، عيوب جينية في الكولاجين مثل متلازمة إيلردانلوس، النمط الوعائي، داء البطانة الرحمية الهاجر، نفث دموي دوري. تتعلق الأمراض الوعائية الرئوية مع قصور القلب المكتسب أو الخلقي والتضيق التاجي وتشوهات الوعائية الشريانية الوريدية الرئوية، أم دم كاذبة في الشريان الرئوي بسبب إنتان تنشؤ رض، الصم الرئوية قد تكون شحمية أو إنتانية أو خثارية، داء وريدي رئوي ساد، أم دم في الشريان الرئوي أو القصبي، الاضطرابات النزفية والردود للاضطرابات النزفية، تناول أدوية مضادة للتخثر أو مضادة لالتصاق الصفيحات، التخثر داخل الأوعية المنتشرة دي أي سي، اضطراب في عمل الصفيحات مثل قصور كلية، نقص الصفيحات الخثاري اي تي بي اتش يو اس، داء فون ويلبراند، والردود إصابة خارجية أو رض نافذ، ستنت في الطريق الهوائي، التوسع بالبالون لآفة سد للطرق الهوائية، التنظير القصبي أو الخزعة عبر القصبات أو خزعة بالرشف بالإبرة الرفيعة، تسحب الأنبوب الرغامي للشريان المغذي، خزعة عبر القصبات أو الرشف بالإبرة الرفيعة، رض وعائي من قسطرة الشريان الرئوي. الأسباب متفرقة، أدوية السموم، استخدام الكوكايين، استخدام أو العلاج بالبيفاسيزوماب والتسمم بثاني أكسيد الأزوت والهيدرالازين، التهاب الأوعية المحرض بالهيدرالازين، استعمال دخان منتجات السجائر المرافقة لأذية الرئتين، في عندنا أسباب مجهولة السبب، متفرقات، تحدد الرئتين مجهول السبب، وده النشواني وتليف المنصف، وفي عنا النفث الدموي الكاذب ناتج عن استنشاق الدم من السبيل التنفسي العلوي أو السبيل العظمي. هلق تصنيف المرضى، بالمرضى مع صورة صدر سليمة، صورة الصدر الطبيعية لا تحتوي على صورة الصدر السليمة هي صورة صدر طبيعية لا تحتوي على أي من علامات خباثة أو توسع قصبي.
في دراسة على 270 مريض مدخنين، 90% منهم مما لديهم نفث دموي كانت صورة الصدر عندهم طبيعية، و10% لديهم كانت علامات خباثة. حالات أخرى عندهم كان صمت شعاعي، واكتشفت الخباثة بالتنظير القصبي المرن للقصبات. الحالات السليمة للنفث الدموي مثل التوسع القصبات تؤثر على الشجرة الوعائية، يمكن أن لا تشخص في الـ CXR أو صورة الصدر الطبيعية الشعاعية، ويمكن تشخيصها بواسطة الطبقي المحوري CT. أما المرضى اللي عنده نفث دموي قليل الكمية مع مسببات إنتانية، عند المرضى المراجعين بأعراض محددة ذاتيا مع قشع بكمية قليلة أقل من 30 ملي من الدم لأسباب طبعا حميدة مثل التهاب القصبات أو التوسع القصبي أو وجود أو تفاقم بقايا من إنتان فيروسي أو نواتج مقاومة الإنتان الجرثومي إن كان موجود. مع تكرار هذه المشاكل أو وجود أسباب حميدة، يكون التقييم الأبعد إما بالتنظير القصبي أو بالطبق المحوري. أما عند مرضى النفث الدموي الفعال بدون أسباب حميدة واضحة، المرضى الذين لديهم نفث دموي غير مهدد للحياة، يعني كمية الدم بتكون اللي يعني تطلع خلال 24 ساعة من 30 ل 100 ملي خلال 24 ساعة، والذين يراجعون أقسام الطوارئ أو العيادات الخارجية بدون أسباب حميدة واضحة مثل تفاقم التوسع القصبي مع صورة صدر طبيعية أو آفة غير موضعة على صورة الصدر، يجب أن نجري تصوير طبقي محوري، والذي يزودنا بتشخيص واضح وغالبا يتبع بالتنظير القصبي المرن، والذي يعتبر جزء مهم من التقييم، وبشكل أخص المرضى الذين لديهم عوامل خطورة الخباثة. الصمة الرئوية مسبب نادر للنفث الدموي، وعندما نشكها نطلب طبق محوري بروتوكول صمة. 50% من المرضى الذين لديهم نفث دموي لديهم آفة غير محددة على صورة الصدر الشرعية. التشخيص الدقيق يتم عن طريق الطبق المحوري مع أو طبق المحوري عالي الدقة اتش ار سي تي مع التنظير القصبي في 30% من الحالات، والتنظير القصبي يكون مشخص لحاله في 5% من الحالات فقط. الذين لديهم ادينوما قصبيه يتم التشخيص عن طريق الطبق المحوري عالي الدقه بين اتش ار سي تي، بينما التنظير المرن يعطي تشخيص نسيجي. هناك خلاف بين موعد اجراء التنظير القصبي اثناء فتره النفث الدموي ولكن دون وجود دليل مثبت، او بعد توقف النفث الدموي ب 48 ساعه. من الصعب متابعه مريض النفث الفعال كمريض خارجي، متابعته في المشفى تكون أهون. يعني مريض عنده نفث دموي فعال، ما منهم بيقول إنه لازم نعمل له تنظير قصبي أثناء النفث الدموي، ومنهم بيقول لا تمام، ويفضل إنه يتم متابعة مريض النفث الدموي في المشفى حتى يتم توقف النفث الدموي. الأخوان، النفث الدموي المعاود أو عوامل الخطورة للخباثة أو وجود عوامل خطورة للخباثة. المرضى الذين لديهم نفث دموي معاود يتطلب الأمر إجراء سي تي سكان للصدر حتى لو كان صورة الصدر طبيعية. الأسباب الرئيسية للنفث الدموي المعاود عند المرضى مع صورة صدر طبيعية هي التوسع القصبي، الكارسينويد والنسيج الوطني الرحمي المنتبه داخل القصبات، والتشوهات الشريانيه الوريديه في الرئتين، والنفث الدموي الكاذب لاسباب خارج رئويه مثل الانف والسبيل الهضمي والاجسام الاجنبيه. الاورام الرئويه توجد عند 10% من هؤلاء المرضى الذين يملكون عوامل خطوره لسرطان الرئه وصوره الصدر تكون طبيعيه. التوصيات الحديثه التي تدعم طلب سي تي عند محقق المادة الظليلة في هذه الحالة، الأسباب لطلب سي تي بعد تنظير القصبات عند هؤلاء المرضى: تنظير قصبات يمكن أن لا يشاهد التوسع القصبي أو الأورام الصغيرة، يعني ما شفنا شيء في تنظير القصبات، ما كان مشخص صورة أو ما كان موجه صورة طبقية تشخيصية
في المرضى مع عوامل خطورة للخبثين. يعني عندنا مرضى عندهم عوامل خطورة للخبثين مثل توسع قصبي تشوه شرياني وريدية، وفي هذه الحالات التصدير القصبي غير ضروري. السي تي ممكن أن يكون مفيدا للاستدلال حول النوع الملائم للتنظير القصبي، يعني إذا أنا عملت تنظير قصبي تمام بنحدد إذا كان عندي مرن أو إيكو عبر المري أو عفوا قصبات، أو نعمل قسطرة عبر القصبات. التنظير القصبي يستطب عند المرضى الذين يكون السي تي أو تغيرات السي تي تتطلب تشخيص نسيجي مثل خبافة متوقعة. الموجودات الشعاعية على صورة الصدر التي تشير لسرطان قصبي، بالإضافة طبعا للموجودات السريرية والتي تقترح الخبافة، الموجودات الشعاعية التي تقترح سرطان قصبي هي عقيدات رئوية جديدة متزايدة في الحجم أو أكبر من 8 مليمتر، والعقيدات التي هي بين 8 إلى 20 مليمتر تتوافق مع خطورة بنسبة 18% للخبافة، والتي تكون أكبر من 20 مليمتر خطورتها بالنسبة للخباثة فوق 50%. يكون تقييم العقيدات الرئوية بشكل عام على بطلب طبق محوري مع حقن مادة صليلية متبوعة بالتنظير القصبي أو إيكو عبر القصبات، أو برشف الموجه بالإيكو عبر القصبات، ورشف العقد اللمفاوية الموجه عبر التنظير الحنجري. وبعض الحالات ممكن نعمل استئصال جراحي تشخيصي ويكون ضروري في هذه الحالة. التصوير الشعاعي مع عدة عقيدات أو تجاويف كهفية. العقيدات أو مساحات من التسلط مع تكهف تحتاج إلى تقييم من أجل الإنتام، مثل ذات الرئة النخرية أو المفطورات، الطفيليات أو عمليات التهابية مثل التهاب الأوعية مع حبيبون وعائي، أو الخباثات مثل اللمفوما أو النقاء الورمية. الاختبارات المخبرية المناسبة تتضمن فحص القشع، زرع الدم، والاختبارات المصلية مثل الـ AMCA، واختبار المستضاد عضيد السكريات المتحول لـ CG، مستضادات المستخفيات. بشكل عام عندما نشاهد عقيدات أو تجاويف أو ذات رئة نخرية في صورة الصدر، الخطوة التالية هي الطبق المحوري لنصف الاضطراب ونتعرف على نوع الآفة الموجودة في المنصف. التنظير القصبي مع الرشف القصبي السنخي للتعرف أو للتعرف عن للتشخيص السل بشكل عام، ويطلب عندما يكون هناك تكهف لنأخذ عينة للزرع مع الاختبارات المصلية. تنظير قصبي مع أخذ عينة من الخصالة القصبية السنخية. في العقيدات العديدة الغير المتكهفة غالبا يكون التوضع محيطي، الرشف يكون عبر الصدر بالإبرة عن طريق تنظير الصدر الذي يساعد في التشخيص. هلق المرضى اللي عندهم تصوير الصدر يظهر كثافات منتشرة، التشخيص التفريقي عند هؤلاء المرضى طبعا الإنتان، الالتهاب الوعائي، ممكن يكون خباثة أو تعرض لأدوية السموم. المظهر الشعاعي ومظهر الزجاج المغشى أو الكثافات الصلدة التي ترفع احتمال قصور القلب، أو نزف سنخي منتشر، أو التهاب أوعية إشعارية في الرئتين، أجسام مضادة للغشاء القاعدي الكوبي أو متلازمة بود باستر، أو تحدد الرئتين مجهول السبب. الإستقصاءات المخبرية هي قياس مستوى BMP، تحري وجود اضطرابات دموية، اختبارات مصلية أو NCI، أجسام مضادة للغشاء القاعدي الكوبي، أضداد فوسفولبيدات. هذه الاختبارات المصلية غالبا تترافق مع كثافات منتشرة سنخية. يشير تصوير الإيكو إلى تقييم أشمل لأمراض الصمامات القلبية أو اضطرابات
وظيفة البطين الأيسر، خزعة الجلد ممكن أن تكون مشخصة عند مريض التهاب الأوعية، وخزعة الوسادة الشحمية يجب أن تطلب في مرضى الداء النشواني. خزعة الرئة أو الكلية ممكن أن تكون ضرورية عندما لا تكون أي مما سبق مشخص. طبعا هذه صورة لمريض يعاني من توسع الأوعية الدموية الفموي، هي النزف الناتج عن توسع الأوعية الشعري اليراسي، أو ما يسمى بمتلازمة أوسلر ويبر ريندو. هون آفات فرفورية جلدية مجسوسة في الأطراف السفلية عند مرضى التهاب الأوعية الصغيرة. هلا النفث الدموي المعوض مع صورة صدر طبيعية. المرضى مع النفث دموي معوض وصورة صدر طبيعية يعتبر التنظير القصبي المرن، يعني ممكن أن يكون مشخصا إذا كان التنظير القصبي سلبي والنفس الدموي الكاذب، هون بيدخل بتشخيص التفريقي. وإذا كان المريض غير موضوع على العلاج بالمميعات، طبعا المريض لديه ممكن أن يكون لديه طبعا نزف مجهول السبب. إعادة تقييم مع تكرار الأعراض ممكن أن يشخص السبب. دراسة بسيطة، 228 مريض لديهم نفس دموي راجع ولا يوجد آفات على الطبقية، 16% منهم كان لديهم نزف من السبيل التنفسي السفلي شخص بالتنظير القصبي. من أصل 191 مريض مع صورة طبقية سليمة عن طريق التنظير، 43 كان لديهم نزف تنفسي علوي أو أنهم يستخدمون المميعات. 148 المتبقي تمت متابعتهم لسبب 181 يوم وسطيا، وكان لديهم نفث راجع بنسبة 20%. هلا تلخيص وتوصيات. النفث الدموي ممكن أن يكون مسببا نتيجة أمراض السبيل مسببا نتيجة أمراض السبيل الهوائي، أمراض رئوية البرانشيمية، أو أمراض الرئة الوعائية أو مجهول السبب. خطوة ضرورية في التقييم هي التعرف فيما إذا كانت حياة المريض مهددة، المرضى الذين يملكون نزف دموي صاعق والذي يمكن أن يسد الطرق التنفسية، مما يؤدي إلى خلل في التبادل الغازي أو عدم الاستقرار الهيموديناميكي. تقييم النفث الدموي الغير المهدد للحياة يبدأ بالتاريخ المرضي والفحص السريري وتقييم الأكسجة. والعناصر المهمة في التاريخ المرضي تضمن العمر والتدخين أو أنواع أخرى مثل الدخان وكمية النفس الدموي والأعراض المرافقة من التهاب القصبات الحاد أو ثورة التهاب القصبات المزمن أو توسع القصبات، تغير في القشع أو إذا كان في عندي دم مع قشع قيحي، والتغيرات والدراسات المخبرية عندي المفيدة فيه والتي نعتمد عليها في تشخيص النفس الدموي. طبعا نعتمد عليه بناء على الحالة السريرية، يعني نطلبها بناء على الحالة السريرية تتضمن انخفاض زمرة هيماتوكريت صحيحات، دراسة الحالة الخثارية بشكل عام، تحليل نيتروجين البولي في الدم بي ام بي. طبعا مفيدة أيضا في قصور القلب، نطلب كمان دي دايمر يفيد في الكشف عن الصمة الرئوية. التقييم الضروري، نرجع التقييم الضروري يعتمد على الفحص السريري، والتقييم الأبعد يتطلب أو يطلب إذا كان المريض لديه عوامل خطورة من أجل الحداثة مثل العمر فوق 40 سنة، المرضى اللي عمرهم فوق 30 سنة مدخنين، أو إذا كان النفس الدموي معاود أو مترافق مع تغيرات شعاعية. يستطاب إجراء طبقي محوري مع تنظير مرن بالتزامن، على الرغم من أن الطبقي يجرى أولا وهو إجراء غير غازي لديه قيمة تشخيصية عالية ويمكن أن يساعد في أخذ عينة انتقائية. عند المرضى الذين لديهم نفس دموي وطبقي طبيعي، التنظير المرن يمكن أن يكون مشخص إذا كان سلبيا، يعني فالنفث الكاذب يكون ضمن التشخيص
وإذا كان المريض غير موضوع على المميعات يعتبر نفس مجهول السبب هو التشخيص. هلا هذا جدول لتقييم النفس الدموي الغير المهدد للحياة. أول شيء نتأكد من أن المريض ليس لديه أي علامات للنفس الدموي المهدد للحياة. إذا كان لديه خروج كمية من الدم أكثر من 15 ملي في 24 ساعة أو شدة تنفسية أو نقص أكسجين أو فرط كربمية أو عدم استقرار هيمودينميكي، نطلب صورة شعاعية للصدر. إذا كانت طبعا غير طبيعية نطلب استقصاءات مثل سي بي سي، وظائف تخثر، وظائف كبد، كرياتينين، ونطلب كمان بي يو ان. بناخذ بعين الاعتبار النمط والمسح، بنطلب دي دايمر مشان إذا كنا شاكين بصمة رئوية، نطلب طبقي محوري مع حقن. هلا إذا كانت الاختبارات كلها كانت طبيعية يعني ما موجهة لشيء، نرجع بنكفي على تنظير قصبي مع فحص الطرق الهوائية، فحوص محددة في المناطق المصابة مع اضطراب مع اضطرابات على الطبق المحوري، نجمع عينات من أجل الفحص المجهري إذا كان ممكنا، خزعة نسيجية. هل هناك مصدر للنزف تم التعرف عليه؟ لا، إذا كان في عندي مصدر تم التعرف عليه ممكن نعمل فحوصات أبعد تعتمد على وجود نفس دموي معاود. طبعا إذا كانت هذه الاستقصاءات إيجابية يعني إذا كان في عنده شيء على أثناء الفحوصات هذه لقينا شيء، نعم نطلب فحوصات إضافية وعلاج يعتمد على الموجودات. إذا ما لقينا شيء طبعا فحوصات أبعد تعتمد على وجود نفس دموي معاود أو لا. هلا إذا كانت صورة الصدر طبيعية نرجع من كافية أسئلة، هل هناك موجودات تقترح نفس دموي الكاذب عصبية شعرية في الفم أو الأنف، بداية نفس دموي بعد فلس أو إقياء؟ هلا إذا كان الجواب نعم بيكون نزف ممكن يكون عضو السبيل التنفسي العلوي أو الجهاز العظمي، بنقيم البلعوم الحنجري من أجل مصدر النزف مع طلب استشارة أذنية أو هضمية. إذا كان الجواب بلا، بنشوف هل هناك عوامل خطورة للسلاسل الرئوية أو الصم الرئوية. نرجع ل في عنا صندوقين هون مشان تقييم عوامل الخطورة للخبافة أو الصمة. الجدول الأول عوامل الخطورة للخبافة الرئوية، التدخين الحالي أو قصة التدخين، سموم بيئية، أبخرة، تدخين سلبي، راجون، COPD، الاي بي اف، الاتش اي بي، الايدز، سرطان مشخص، التعرض لاسبستوز، علاج شعاعي سابق، هوشكن. عوامل الخطورة للصمة الرئوية، صمة سابقة وخثار وريدي عميق حالي، التمييع والجراحة في الأسابيع الأربع الماضية، الأورام والحمل أو استخدام الحمل. ممكن نستخدم معايير ويل في توقع الصمة الرئوية. هلا إذا كان في عندي أنا عوامل خطورة للخبافة الرئوية أو صمة رئوية، ممكن إنه نرجع كمان من شك في التهاب القصبات في التهاب القصب في التهاب القصبات هو اللي بيكون السبب الأشع في النفق الدموي. إذا كان في عندي أعراض تنفسية علوية، سعال منتج لقشعة مدممة، أو في عندي ووضوح سريع. هلا إذا كانت هاي الموجودات ما هي موجودة تمام، ننتقل للإجراءات الإخبارية، الـ CBC، وظائف التخثر.
بروتين عفوا نيتروجين البولين. دي دايمر إذا كنا شاكين في السمنة، وكمان طبق الحواري. من كافي الأخير إذا كانوا ما في الاستقصاءات كانوا سلبيات، نعمل كافي على نفحص الطرق الهوائية في أوقات محددة في المنطقة مع إجراء سي تي مع جميع عيادات مجلس الفحص المجهري إذا كان ممكنا في الفان السي جي إيه. إذا تعرفنا على مصدر، هل هناك مصدر للنزف تم التعرف عليه؟ من كفي على نفس السيناريو. إذا كان نعم فنطلب فحوصات إضافية تعتمد على الموجودات، لا فحوصات أبعد تعتمد على وجود نفس دموي معوض. الأخ نرجع إذا كان قلنا هنا، هل هناك خطورة للنفس، خطورة للخبائث الرئوية أو السموم الرئوية؟ ما إذا ما في فن خطورة لازم نطلب استقصاءات إخبارية اللي طلبناها السي بي سي ووظائف التخسر والدي دايمر والتصوير، وكمان ناخذ نطلب سي تي مع صدر مع حقن. إذا كانوا الإجراءات سلبية أو الفحوصات هذول سلبية بنكفي على نفس المنوال، إذا كانت طبعا إيجابية نطلب الاختبارات الشعاعية والمخبرية التي تقترح قصور قارب صمة رئوية أفعوية أو آليات مرضية أو آليات مرضية أخرى والتي لا تتطلب فحص طرق تنفسية خزعان السي أو خزعان السيجية أو جمع عينات مجهرية. لا إذا كان هاي التشخيص التفريقية تمام كلها تمام موجودة تمام، نرجع نعمل تنظير قصبي مرن ونشوف لإيش بيوجهنا ونتابع على الأساس. هلق إذا كان نحن متوجهين لقصور قلب صلبة رئوية أفعوية تمام، فبنكفي على إنه فحوصات إضافية مع علاج يعتمد على الموجودات. هلق في عند المرضى اللي كنا عنده الأعراض التنفسية مع السعال منتج لقشعة مدمم، إذا كان الأعراض إيجابية بنعالج التهاب القصبات الحاد، بنراقب التكرار. إذا كان عندي نفس دموي معوض نرجع طلب الاستقصاءات كلياتها مع تصوير طبق المحوري مع الحقن. طبعا إذا كانت استقصاءات إيجابية بنكفي على الجدول الثاني اختبارات شعاعية تمام. إذا كانت موجهة نحو أحد الأمراض اللي حكيناها قصور القلب صمة رئوية أفعوية بنكفي على استقصاءات وعلاج العامل المسبب. وإذا كان ما هي موجهة إلى شيء بنعمل تنظير قصبي مشان نتوجه لنفحص الطرق الهوائية، كنا نفحص أو نعمل فحوصات محددة في المنطقة المصابة من اضطرابات على الطبق المحوري. هلا إذا ما في عندنا تكرار للنفس الدموي معناتها ما في عندنا تقييم أبعد. هي تقريبا مقاربة النفس الدموي، وبعد إذا أنا أوردت بصورة سريعة بس شوي كانت عشوائية سامحونا.